الناظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن من أهم هذه الأركان الستة وكلها مهمة، أن من أهمها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا، في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي كثير من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تجد كما في البخاري وفي غيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص ورب العزة والجلال في النص الأول يذكر الناس بالله وباليوم الآخر، لأن الذي يتذكر الله وعظمة الله تعالى فإنه لا يعصيه، والذي يتذكر اليوم الآخر وما تضمنه من الأمور كالإيمان بالبعث والإيمان بالحساب والجزاء والإيمان بالجنة والنار، وهذه الثلاثة من أهم أركان الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالبعث والإيمان بالحساب والجزاء والإيمان بالجنة والنار. الذي يتذكر هذه الأمور يبتعد عن معصية الله تعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وللأسف الشديد كما ذكرنا الناس في غفلة عن هذه الأمور، لما جاءت الغفلة جاءت المعاصي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ الله قال الكلام ده سبحانه وتعالى بعد أن قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال عن النار، عن نار الدنيا: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة، أي نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. والناس الليلة ما بيذكروا الآخرة، والبذكرة بيشوفوه غريب. والله الناس كلها كلام، أقعد يتونس مع مجموعة من الناس، أركب المواصلات يتونس مع السواق، يتونس مع أي زول، كلام كله يا تلقاه كورة، هلال ومريخ، برشلونة وريال مدريد، كلام زي ده. ولا تلقاهم يتكلموا في السياسة، وذا قال كذي وذا عمل كذي والزلط الفلاني والكبري الفلاني إلى آخره. ولا يتكلموا في البنزين، الصف بقى طويل، ما أصله بقى طويل وإنت شفت أشياء أصبر شوية. ولا يتكلموا ونستهم في المسلسلات والأفلام، ولا شباب تجلس معاهم كلامهم في البنات، دي جميلة ودي ما جميلة ودي كذا ودي كذا ودي قالت لي ودي قلت لها، وقاعدين ذاته على الهبشة. كان بيت ساي جات ماشية ضحكت ذكرت لها موقف، خلاص ده يوم وشد بيتلخبط. والله ضحكت ضحكة مين ما شافتني، شافتك انت، انت بتضحك، انت مالك بتضحك. والله بلاوي كثير، الناس قليل اللي بيقعد يقول والله الجنة والنار والآخرة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال لجلسائه: أشترط عليكم ثلاثة شروط من أراد مجلسي.
لا تتكلموا في الدنيا ولا تغتابوا عندي أحدا ولا تضحكوا عندي أبدا. قال لهم داري جالسني الدنيا ما تتكلموا فيها، ترى الناس عارفة دنيا، ما في زول بقلبه يأكل ولا في زول بقلبه يشرب ومعافى ما مريض ولا كذا، والناس عارفة دنيا. ولا تغتابوا عندي أحدا، يعني الغيبة المحرمة، لأنه في غيبة جائزة وفي غيبة واجبة. ولا تضحكوا عندي أبدا، ضحك ما فيه فائدة، ضحك ساي وإلى آخره، واليوم كله ضحك، دي ما تعملوها عندي. ومر الحسن البصري رحمه الله تعالى برجل فوجده يضحك، قال يا ابن أخي أجزت الصراط؟ تقال لي الصراط خليت وراك مشيت بغادي للجنة؟ قال لا. قال علمت أنك ناج من النار؟ قال لا. قال علمت أنك من أهل الجنة؟ قال لا. قال يا ابن أخي علام الضحك تضحك على شنو؟ قال ليت الصراط لسه انت ما طلعته، والجنة ما عارف نفسك بتدخلها ولا ما بتدخلها، والنار ما عارف نفسك بتنجو منها ولا بتقع فيها، علامة الضحك. قيل فما وجد الرجل ضاحكا حتى لقي الله تعالى، فلازم اعتبر واستفاد. ومر الحسن البصري في طريقه إلى المقابر فقال رجل لآخر من الميت؟ قال أنا وأنت. قال إذا ما مات بعد شوية بنموت أنا وإنت، يعني استعد، ما دمت ما كان زينا، بعد شوية أنا بموت ببقى زيه وإنت بتموت بتبقى زيه، وبعدين القبر ده أول منازل الآخرة كما في حديث عثمان رضي الله عنه، يعني لما يتكلموا لك في الآخرة ما تتخيل إنه الموضوع ده بعيد، الموضوع ده أول القبر، القبر أول منازل الآخرة، فإن كان الذي فيه خير فإن كان الذي فيه هين فما بعده أهون منه، وإن كان الذي فيه شديد فما بعده أشد منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه وهو ثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى قال ما رأيت منظرا قط، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو خاطب المسلم فقال ما رأيت أي أنت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، والقبر ده أول منازل الآخرة، وإنت بتخش يومتين ما عارف، يعني تاس الآن قد تموت في الجلسة دي، قد ما تقوم من هنا طوالي ودوك المغابر وتخش الآخرة، فموضوع الآخرة ده ما بعيد، دي نقطة. النقطة الثانية، الزول مجرد ما يتذكر الآخرة بيزهد في الدنيا، ثاني ما بتتألم كثير، لو فاتك منصب ما عند الله خير وأبقى، داير في ناس الواحد مبتلى بحب المناصب، الزول لو متعلق بالآخرة ومتذكر الآخرة ويتعلق بالله تعالى ويتذكر الآخرة وهي بين ناظريه، ده ما بيتحسر كثير ليه فوات الدنيا، فات منصب بيتذكر الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ده في الجنة. لو امرأة جميلة حسناء فاتته، كان داري يتزوج فلانة ومشى يتزوجها فلان، ما بيتألم كثير ويبكي ويبلع في الحبوب، وأنا ما قادر أنوم بعد النجوم، نجوم شنو اللي بيتعدها؟ النجوم بتاع شنو؟ تتذكر الحور العين في الجنة والآخرة. لو يتألم في الدنيا من مرض بيتذكر مرض، بيتذكر ألم الآخرة وألم العذاب. وهذه الآخرة ذكرها الله تعالى في كثير من مواضع القرآن، ونأخذ موضعا آخر وسبق أن تكلمنا عنه. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الناس بعد تموت ويجوا الملكان والسؤال، بعد ذاك القيامة تأتي ويقوم الناس لرب العالمين، ينفخ في الصور
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة له القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية السماوات العظيمة السبع الشداد بتتشقق السماء الأولى تتشقق والملائكة ينزلوا والبشر واقفين صفوف والجن صفوف والملائكة ينزلوا يحيطوا بالمشهد وملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا قال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة والملك على أرجائها أي على جوانبها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في تفسير ابن كثير قال ثمانية صفوف من الملائكة دل بيحملوا العرش عرش عظيم وقال الملك الواحد من الملائكة دل في سنن أبي داود وفي المستدرك للإمام الحاكم صححه ووافقه الذهبي وقال الألباني هو كما قال حديث صحيح من رواية محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ملك واحد بس من الملائكة أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة قال لك من أضانه لكتفه تركب حصان 700 سنة أنت انتصل بس المسافة من أضانه لكتفه قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في حاجات الناس بتخفيها وبتظهر ومخازي ومعاصي وآثام وخطايا تظهر يوم القيامة بعد ذلك قسم الناس لقسمين قال فأما من أوتي كتابه بيمينه ده بشك صفوف البشر والملائكة والجن ويقف بين يدي الله تعالى ويؤتى كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي هاؤم يعني خذوا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي أنا عارف في قيامة ومعنى ظننت هنا ليس الظن المعروف وإنما هو اليقين كقوله تعالى في سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية ده في نعيم والله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي في أيام الدنيا زول كان في الدنيا تعبان الناس في الحفلة وبيحضر في المحاضرات الناس في الغنى وبيقرأ في القرآن الناس في الاختلاط في المعاصي وفي رفقة السوء وفي الرفقة الصالحة وهكذا يجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى زي ما في فنانين بيقوموا يغنوا هو بيقوم يبلغ الدعوة زي ما في ناس منكبين على المال والسلطة والجاه والدنيا هو مجتهد في طاعة ربه والإقبال عليه سبحانه وتعالى يتلمس مرضاته في الدنيا حتى يرضى عنه سيده ومولاه سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دا
ده الزول السعيد بعدين بيدخل الجنة. قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. كل ما بينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى قال خذوه فغلوه، الأغلال والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي توضع هذه السلسلة في دبره فتسلك في بطنه ثم تخرج من فمه ثم يجمع بين رأسه وقدميه من الخلف، الرأس مع الكرعين يربطون سوا بورا، خير رجلي ديل بورا يجرون لما يصل الرأس ويربطون ويرموه في النار. قال تعالى في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، نواصي في الجبهة والأقدام معروفة، فيلقى في النار على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والله سبحانه وتعالى قال إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. في ناس قالين النار دي بخشب كرعيه يقعد ينطط فيها وبربطوك على وشك وأعمى، زول يتخيل سنين ولو من أهل الكفر خالدين فيها أبدا ما بيمرق تاني وأعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة شنو؟ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. السبب شنو؟ السبب الخلديل من أهل الشقاوة في الآخرة، قال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، زول ده عقيدته ما صحيحة، إيمانه ليس الإيمان الصحيح، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال السعدي لا أصلح الذي بينه وبين الله بالإيمان ولا أصلح الذي بينه وبين الخلق بالإحسان إلى الضعفاء كالمساكين. ما في زول بينه وبين الله أفسد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآية دي قبلها الله ذكر التوحيد وذكر الشرك، الآية دي ظهر الفساد في البر والبحر في سورة الروم، قال قبلها الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الليلة الأربع أشياء دي الناس ضلت فيها، الله الذي خلقكم، الخالق الله، الصوفية عندهم الشيخ بدي الجنة زي ما الله بدي الجنة، الصوفية عندهم الشيوخ بدوا الجنة زي ما البرعي قال في أعلام الطريق كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي.
المرأة دائرة تلي تمشي للكباشي تمشي للصوفية، أنا دائرة جنة، وده كفر بالله تعالى، ده ذاته اللي بيودي النار. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، عندهم حجبات، حجاب بتاع سكين وحجاب بتاع طلق وحجاب بتاع محبة وحجاب بتاع رزق، تلبس وقال الرزق يجيك. صوب فيها عندهم عقيدة، كثير منهم الحجبات فيها الرزق، يقول لك ده حجاب بتاع رزق. واحد في الحصايص لقيته عنده راكوبة، بعدين ذكر لي كم حجاب بيبيع فين، قال لي ده حق طبلة. طبلة دي كيف؟ قال إن عندك مشكلة تمشي للقاضي، عمك كبير في الحصايص، قال تمشي للقاضي، قالت الطبلة جديدة جايبة ولافيها في جلد، لافيها وذاته وساوي لها عندها ثلاثة مفاتيح. بعدين قال تمشي للقاضي تكفل وتفتح ثلاثة مرات وتقول الاسم، يعني عندك مشكلة مع واحد قال لي اسمه محمد تقول محمد، تكفل تفتح. قال خلاص القضية دي بتكسبها تماما، بطبلة في طبلة بتكسب لها قضية، وديل قارين أربع سنة محاملة وديلك بيقروا ليه وديل كذا، وين الحق من الباطل؟ وقال لي ده حجاب للتجار، ده قال لي ده بتاع الرزق، ده بتاع للتجار، تخطه في الدرج ولا في الدكان الزباين ديل بيجوك كده، هو لا معه ولا زبون الا انا، وانا جيت انصحه ولا زبون معه، وقال ده بتاع زباين ده بتاع تجاره وهوس. الله قال في القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم يميتكم، الذي يميت هو الله وحده لا شريك له. الليلة لو واحد عنده مشكلة وعقيدته منحرفة مع زول امشي لفقيه يقول له الزول ده انتهي لي منه، انتهي لي منه. والله تعالى يقول في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ويقول تعالى في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم يحييكم، والصوفية عندهم عقيدة الشيخ يحيي الموتى في كتاب أزاهير الرياض وفي كتاب الطبقات لمحمد والضيف الله، جاب قصة في سنار إنه الشيخ يحيي الموتى، وفي كتاب الطبقات الكبرى للشعراني جاء واحد اسمه محمد الشربيني قال ده رد ملك الموت، وأورد صاحب أزاهير الرياض اللي هو عبد المحمود نور الدايم راجع كتاب أزاهير الرياض وراجع كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية. فدي كلها جماعة عقائد منحرفة، يجب على من أراد أن يستعد للدار الآخرة أن يصحح عقيدته أولا. الخالق الله وحده لا شريك له، البرزق الله، البدي الجنة الله سبحانه وتعالى، البينفع الله والبيملك الضر الله سبحانه وتعالى. لا تعلق حجاب ولا تعلق في الطفل كمون ولا تعتقد في سفنجة مقلوبة تقول صلحوها بتقليب علينا، سفنجة بتاع شنو بتقلب، ولا تقول كما ضبحت للبهيمة كما ضبحت بهيمة للعربية وسويت كرامة العربية بتنقلب، ما بجوز في الشريعة. وكما العمارة دي سويت لها كرامة بتقع، عقائد كثيرة منحرفة. والشافع ختنوه يودوا البحر، ما عارف البحر بدي جناه ذاته، حاجات غريبة في البلد دي والله الذي لا إله غيره. وشيلوا التراب يتبركوا به، قبل أيام ماشيين النيل الأبيض في الطريق في بيتين دخل أنقبة بنات ذاته بيمشوا المغابر ليه؟
ومصائب كثيرة جدا في هذه البلاد. فلذلك هذه العقائد كلها تحارب. لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. ما بجوز لرجل ولا لامرأة ضاع منه ونشيمشوا لفقيه يقولوا شوفوا لنا الرائحة وين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولا بجوز الزول عتر يقول يا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا يا برع القوم ويا مكاش وكباشي والتوم واتبان نقا ومرين ومين ومين. فهذا كله من مما يناقض عقيدة التوحيد ومما يناقض التوحيد علما وعملا واعتقادا. وهذا مما يوجب الهلاك يوم القيامة. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى بعدها فليس له اليوم هاهنا حميم أي قريب مشفق ولا صديق. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال السعدي الخاطئون عن طريق الاستقامة. فالزول الدار ينجو في الآخرة يوحد الله تعالى ويجتنب المعاصي والذنوب ويغض بصره عن الحرام ويحفظ سمعه عن سماع الأغاني وعن غيرها من المهلكات ويجتهد في طاعة ربه يحافظ على الصلوات ويتقي الله في ظاهره وفي باطنه. نكتفي بهذا القدر ولو في أسئلة إن شاء الله نجيب عليها. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع صلى الله وسلم على نبينا محمد. مسألة الحجاب دي مسألة ذكرت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وضد الحجاب وضد الزي الشرعي التبرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت أي المائلة. البخت الناقة وأسنمة جمع سنام لك رأسها زي سنام الناقة من التسريح. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والحجاب الشرعي عنده شروط منها أن يكون الثوب ساترا لجميع الجسد ويخرج من هذا الثوب القصير. فلا بد أن يكون الثوب طويلا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى في بعض النصوص قال يرخينه ذراعا. فقالت امرأة يا رسول الله أولا ينجس أولا ينجس. قال يطهره ما بعده. فلا بد أن يكون طويلا ساترا لجميع الجسد وأن يكون غير شفاف يكون ثقيلا أو غير شفاف لا يظهر شيئا من المرأة ولا من عظامها ولا من جسدها ولا يظهر شيئا مما تخفيه المرأة من زينتها. ثالثا أن يكون واسعا غير ضيق. رابعا أن لا يشبه ثوب الكافرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. خامسا أن لا يشبه ثوب الرجال ثياب الرجال يعني ما تلبس بنطلون وتلبس إيه وإلى آخره زي ثياب الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. سادسا ألا يكون زينة في نفسه. لو فيه الشروط دي كلها وزينة ما بجوز
زي بعض العبايات الآن تلقى فيها لمعان وفيها نفسها زينة، فما بالك بغيرها. سابعا أن لا يكون معطرا، أي فيه رائحة يعني يجدها الرجال. المرأة تتقي الله. في كثير من النساء، في واحدات الله يتقبل، واحد إيمان قوي، قد تصادم المجتمع كله لتفر من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتتحمل السنوات الطوال حتى تلقى ربها بهذا الزي الشرعي. لكن للأسف في جهل، وفي بعض الناس يتعلق بالدنيا، وفي بعض الناس من النساء تظن أنها إذا لبست الزي الشرعي ده، بلاقينا كثير يقدموا أسئلة يقول لك طيب أنا أتزوج كيف؟ تتزوج المرأة أولا تؤمن بما بعقيدة الإيمان، بعقيدة القضاء والقدر، إنه أي شيء مكتوب، أي شيء مكتوب. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وأصلا مكتوب، وزول أكله شرابه مكتوب، لو قرصته نملة دي مكتوبة، نملة مكتوبة، فما بالك زواج كامل لما مكتوب؟ ده معقولة سايكة؟ ده مكتوب أصلا، لا بيجي بالزخرفة ولا بيجي بالزينة ولا بكذا ولا بكذا. وما يأتي بسبب هذه الأمور في الغالب يفشل. ده واحد تؤمن بالقضاء والقدر. اثنين أصلا الزول الدار الزوج ده بيسأل: أنا دار لي بيت ومواصفاته كذا وتكون محترمة إلى آخره، بدون له ولا والله عندنا البيت الفلاني، بيمشي بشوف الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية ليه؟ لأنه ما شافها. الرؤية الشرعية دي هو ما شافها، بعد ذاك بيمشي بتكشف وجهها وإلى آخره وينظر إليها، لكن هو ده قاعد معاه بيشربوا عصير سوا، ياكلوا بيفطروا سوا، ده باقي لك الزدار له رؤية شرعية، وده شافه 20 مرة، شافه. الموضوع طويل. طيب، ما نصيحتهم للمسلمين بخصوص أزمة البنزين والمواصلات؟ الناس تتوب إلى الله تعالى، بنزين والمواصلات وغيرها، الرزق بيد الله تعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الناس إذا تابت إلى الله واتقت الله سبحانه وتعالى فرج الله عنهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الناس في صف البنزين مشغلين الغنى، والناس في صف البنزين مؤخرين الصلاة، والناس في صف البنزين بالشكل وبيسبوا في الدين ويخرجوا على الحكام ويسبوا إلى آخره ويتكلموا وهذا وفعل وغيبة وبلاوي، ده ما بتمشي لقدام الشغلة. وصور عربات ملانة، صور ملانة، أغاني ملانة، معاصي، ويسفوا في الصعود وسجروا ودارين الله يفرج عنهم. صح، الله بيفرج عنك، لكن توب إلى الله تعالى عشان يفرج عنك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله الذي لا إله غيره، يا أخي تلقى بنات متبرجات لافات، أغاني شغالة، فنان ب50 جنيه، التذكرة بتاعت الدخول 50. يوم ذاك لقيت إعلان ود اللمين ب60، ومين هلالية؟ عبد الوهاب هلالية ولا منو منتظر هلالية؟ واحد فيهم جايبينه قال ب50. قال ليه ده ب10؟ حنجرته أقل ولا شو؟ ولا الشورى؟ يا ناس ده لخبة ساية، والله الذي لا إله غيره. وقول لك الغلا وتذكرة ب50، باقي لك ده غلا؟ غلا بتاع شنو؟ شايلين موبايلات مالنا بلاوي، كلها أغلبية رموز، ساول لها رموز تخد جوا مصايب. يقول لك الغلا، بيع الموبايل ده، اشتري موبايل ده حق ده، اشتري لك موبايل ده، والباقي اشتري بيع عيش عشان تسكن. بيجيب لك كم عيش هسه؟
والله كلها لخبة ساجة مع بلاوي في البلد دي والله. صعود يا أخ يا العيشة بجنيه، كيس الصعود بأربعة جنيه، هسي دي حلوها كيف؟ ها؟ الكريمات بكم؟ طيب الجانب الثاني الكريمات بكم؟ كريم يا أخي كان مرة قالت لك جيب لي كريم الشغلة بتجوت، نحن الحمد لله شغلتنا دي واضحة ما دايرة شغل زي ده، لكن البلاوي الثانية والله الذي لا إله غيره. هل هسي ودنا يرضى منتظر زي تلي ساعة ولا نص ساعة في العربي؟ والله الذي لا إله غيره، جيت من البيت مشيت المسجد صليت جيت بإيمانيات قوية، قلت أتكلم الناس إلى الليل أذكرون وكذا بمزاج، ما شايف اختصرت الكلام بطني طمت مرة واحدة بس في العربي، وقفت لي زي 10 ولا ربع ساعة. والله الذي لا إله غيره بلاوي، ده غير دعاة الشرك والقباب في البلد دي، غير الاختلاط، غير المصائب الثانية. الناس يا جماعة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى عشان يفرجها عنها، والناس تشكر الله لو في مصيبة، أشكر الله لو قال لك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم شنو؟ لأزيدنكم، تشكر الله بزيدك، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك الناس ترجع إلى الله تعالى وتعظم الله سبحانه وتعالى وتفر إليه، وبهذا يكون النجاة من هذه الأزمات. تدعو الله تعالى، أدعو الله يفرج عنا، أدعو الله الله يفرج عن العباد. ناس خشوا في أزمات أكبر من دي، خلي بنزين قول أسي البنزين يقف مرة واحدة، بيركبوا حصين ثاني في شنو؟ حصين مش قاعدة ولا كملت، أركب حصان وأبقى مارق ولا عجلة ثاني في شنو؟ في وحدات بتاعت كهرباء ذاته جابوها جديدة خش فيها ثاني في شنو؟ بس دي المشكلة. وفي ناس دخلوا غار الصخرة الرب خشت قفلت، هذه يسوي شنو؟ لا في موبايل يتصل، لا في فيسبوك يرسل، لا في واتساب، لا في كذي، لا في أي شيء، صخرة تعرف اللي بيحلك من الكروبات دي الله سبحانه وتعالى، ويدفروا الثلاثة ما بعملوا أي شيء، صخرة ثقيلة مرة واحدة. إنها سألوا الله، سألوا الله طق الصخرة زحت. شوف العظمة دي والقوة كذي، تفكر في الحديثة خلي صفي تعبان، أسأل الله يا أخي يفتح على الناس وفرج عنهم، والناس يتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. عربات دي ما عصبها الله كثير، ما كلهم لكن كتار منهم، يا مشغل موسيقى يا تلقاه نص الليل سايق عربيته مظللة يقفل البيت يسوقه بلاوي، ده الكل والله دي غفلة. لكن في النهاية في حاجة يسمى موت، مجرد ما جاء الموت ده وشافوا الملائكة بعد ده بعرفوا الحاصل قدام والله، وفي قيامة. فالناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ليرفع عنا البلاء، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر السبب بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم شنو؟ يرجعون. والله سبحانه وتعالى قال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال بعد ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لسه فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مبلسون أي يائسون من رحمة الله تعالى. فالناس ما تيأس من رحمة الله، تسأل الله يفرج عن العباد، والزول يا جماعة يتوب، البيت يستقيم والولد يستقيم، والناس تتقي الله سبحانه وتعالى، وبهذا يعني يفرج الله عن العباد الكروبات في الدنيا والآخرة. وأهم شيء العقيدة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، كلام يطول نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، السلام عليكم ورحمة الله.